عند سعاد عبد الله صوتها احلى منك، ومع ذاك ما نزلت اغاني. قناعتها هي ما تحب، انا احب الغنى. مي انا قبلها مثل كان المفروض اكون مطربه. اوكي. ما حققته، ما شاء القدر ذاك الوقت ان انا احقق هذا الحلم، ما صار ان انا مطربه، صرت ممثله. زين الحين انا عندي الامكانيه ان انا اصير مطربه وانتج حق نفسي. عشان فتحت استديو؟ لا ما فتحت استديو، انا ما عندي استديو. ما عندي استديو؟ لا انا ما عندي استديو. تمرد الزيتين البودكاست؟ لا، هذا كان قبل لا اطلع من مكتبي، كان صديق احد الموزعين ماخذ المكان من عندي، وكنت ابي اساعده لا اكثر ولا اقل. اوكي.